هذا البرنامج برعاية ترانسفير جالاكسي، سبيس تاون، اس اي مابلر، هيل بوب، الشامي سنتر، حلويات طيبة. برحب فيكم مشاهدينا ومتابعين برنامج طبق وبلد. كم واحد منكم بيعرف انه اسم البايلا هالاكل الاسباني مشتق من كلمة بقايا العربية، وبيعتبر احد اشهر الاطباق من الاصول الاندلسية. بس يا ترى لما سألنا الناس عن البايلا شو كان جوابهم؟ خلونا نشوف الإجابة بفقرة المسابقات، وكمان ما تنسوا تتفاعلوا معنا بلايك أو تعليق أو شير لتكسبوا أنتوا كمان تذكرة الطيران من سبيس تاون ببرنامج طبق وبلد. مرحبا. هلا من وين؟ من حمص. اهلا وسهلا بكل اهل حمص. تسلمي. كيف لقي رمضان هون؟ ممتاز. وين انتو؟ من سوريا. انا انت من سوريا؟ انا من تونس. انت من تونس؟ واصدقاء؟ نعم اصدقاء طبعا. ما بتتخانقوا؟ لا شو بنتخانق، احنا معكم انتو لبنانية كمان. ايش وديت لحالك؟ والله ناطرة جوزي. شو رايك بالحياة يا مريم؟ حلو. شو رايك برمضان؟ جعتي؟ جعت. وانا شو اكلت امبارحة؟ والله مكانك خالي باقلة ودهن. انت من العراق؟ لا من العراق، من بغداد. امبارح يبرا. على فكرة انا ما بعرفها لمريم، انا شفتها هيك متأنس شنقلتها وعدنا مشينا سوا، بس حبيتها. مشي مريم نرجع نمشي نعمل ما تلحقنا. هني عم يقولوا انه الاخ من العراق طباخ. ايه لا ها طباخ هون. شو اسمه سوق الحمص يلي بيذكرك بهذا السوق؟ السوق في سوق الحميدية، في سوق بستان الديوان، في في اكثر من سوق. كيف يعني طباخ؟ اشرح لنا شو بتشتغل. ما بشتغل طباخ انا. شو بتشتغل؟ هذا طباخ. يعني انت انا ربت بيت. هواية؟ ربت بيت. انت بتشغل ربت بيت. حنسأل سؤال صعب. تفضل. بايلا. 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 باليا. بايلا سمكاني. بايلا شي مرة اكلها؟ لا لا لا، هاي البايلا اكل. ايه اكلي؟ من وين تتوقع؟ بايلا. باليلا. بايلا. باليلا. ايه بايلا. باليلا. يا ريت تسأليني سؤال عربي، اكلة عربية. شو قصدك بايلا شو؟ يلا انا با با يي يي لا لا بايلا. باليليا. بتعرفي انت سمعتيني وانا عم اقول البايلا صح؟ كنت عم بسال عنها. طب قولي لي، ما بتطلعي هنيك؟ طلعي فيني، طلعي فيني. من اي بلد؟ انا من سوريا. لا البايلا. بتوقع اذا تكون حمويه. حمويه؟ ايه بك. ايه شاطر صح؟ لا طيب صرت. شنو هالاكله بس اعرفها؟ البايلا هي اكله اسبانيه مشهوره كثير. مشهوره كثير. مشهوره كثير. ايه مشهوره. انا مثل سوي ساوس. ايه صح؟ ايه بالارز واللحم. سمك. 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 صياديه. صحيح هن بيشبهوا بعض. صياديه. صياديه. لانه مرقت معنا بحلقه صياديه. صياديه. البايلا كثير قريبه عليها. ما هيك؟ ايه. بس البايلا غير الصلصه. انت ربحت معنا من ترانسفير جالاكسي جاكيت. شكرا كثير. اهلا وسهلا فيك. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. والى فقره المعلومه المفيده. لصحه افضل بكثير، حاول انك تطبخ وجبه واحده بدون لحوم كل اسبوع. كثير من الوصفات فيك تطبخها مثل الخضار والفاصوليا والعدس، وهي بدائل مهمة للبروتيين الموجود باللحوم. وكمان لما بدنا نطبخ اللحوم لازم نضيف الملح بعد ما تستوي اللحمة لنحافظ على مادة الحديد الموجودة فيها. وهلأ قبل ما نشوف فقرة طبق اليوم، بدي أشكر كمان المشاهدة نادين عبد الرحيم لمشاركتنا هالأكلة الطيبة. خلونا نشوف شو هي.
اليوم بدنا نعمل شوربة عدس. المقادير حتكون بصلة مبروشة، مش ضروري تكون ناعم ولا خشن، عادي. برش جزرة واحدة، ربع كوب رز مصري، وكباية عدس أحمر. نغسلهم كتير منيح هن والرز، ومنصفيهم نتركهم على جنب. خلينا هلأ ننتقل لنشوف كيف بدنا نحضرهم على النار. هلأ مثل ما لاحظنا البصل أخذ اللون شوي ذهبي، صار دبلين شوي. رح حط فوقه الجزر اللي برشناه، ما بدي انا الجزر يعني يحترق او يدبل كتير، بتصير بتروح طعمته للجزر اذا تركناه كتير على النار. سو انا بكفيني هالقد، رح اعمله، رح زيد العدس والرز فوقهم. حركهم حركة واحدة بس، قلبهم مرة واحدة على النار بس للزيت يفوت بالعدس وبالرز. ورح زيد فوقهم 4 كبايات مي واتركهم ليغلوا. اوكي هلا بدنا نزيد فوقهم المي. انا سخنت المي بالقطر مشان سرع الموضوع يعني. رح اتركهم ليغلوا، اول ما يغلوا بوطي تحتهم وبسكر عليها. وهيك سكبنا شوربة العدس. مثل ما لاحظتوا القوام تاعها هيك سميك، وبنفس الوقت يعني مش كتير كتير حتى ما نشبع منها. والف صحتين. شكرا نادين، وانتو كمان ما تنسوا تبعتوا لنا فيديوهاتكم من موائد رمضان يلي عم تحضروها كل يوم لننشرها، وتشارك بامكانيه الفوز بجهاز موبايل من سامسونج وتذاكر سفر وهدايا تانية باخر حلقه من برنامج طبق وبلد. مده الفيديو ما لازم تزيد عن دقيقتين، وبعتوه على الايميل التالي info@alcompass.sa بواسطه وي ترانسفير او اي طريقه تانية. إجا الوقت نشوف مين ربح معنا تذكرة طيران مقدمة من سبيس تاون بحلقة مبارحة. الكمبيوتر رح يختار الاسم ونعمل ستارت، والرابح هو مايا سعود. ألف مبروك مايا، ربحتي تذكرة طيران من سبيس تاون. ألف مبروك إليك، وبكرة أكيد رح يكون معنا ربحان جديد. بس ما تنسوا تعملوا لايك أو تعليق أو شير للحلقة، وأنا بتمنى لكم إفطار شهي ورمضان مبارك. هذا البرنامج برعاية ترانسفير جالاكسي، سبيس تاون، اس اي مابلر، هيل بوب، الشامي سنتر، حلويات طيبه.